إذا وصلنا إلى فقرة الدي اللي هي differential diagnosis، نحط بذهننا أثناء الانعاش القلبي الرئوي أنه نعرف شو هي الأسباب القابلة للعكس. طبعا الأسباب القابلة للعكس يعني تتضمن فقرتين رئيسيات، اختصارين رئيسيات، 5H و5T. الخمسة H الأولى اللي نذكرها، الأسباب القابلة للعكس، تبدأ كلها بحرف ال H: هايبوكسيا، نقص الأكسجة، هايبوفوليميا، نقص الحجم، هايبر أور هايبوكاليميا، يعني فرط أو نقص البوتاسيوم، هايبوثيرميا أو انخفاض الحرارة، والهايدرو أسيدوزيز اللي هي الحموض. طبعاً أشياء أسباب توقف القلب هو نقص الأكسجة ونقص الحجم. إذا هذا اختصار 5H، هايبوكسيا نتذكره هيك، هذا حرف ال H بهذا هي الصورة، نقص الأكسجة على الرئتين، نقص أو فرط البوتاسيوم على الكلية، انخفاض الحرارة عند الفم هنا، ونقص الحجم عم يشير لك على الطحال، يعني عشان نذكرك بنقص النزف. طبعا في عندنا الأسيدوزيس كمان بالكلية. أسباب قابلة للعكس الأخرى اللي هي 5T، تبدأ كمان بحرف T اختصارا: tension numerous thorax اللي هي الريح الصدرية، tamponade اللي هو الصدام القلبي، toxin يعني التسممات الدوائية، thrombosis بنوعيها الخسار الرئوي يعني الصدمة الرئوية، والخسار القلبي يعني إنشاء القلب. إذن T فينا على الرئتين اللي هي thrombosis خسار الصدمة الرئوية والريح الصدرية، وعلى القلب صدام قلبي، وعلى المدى التسمم الدوائي. طبعاً هنا ننسى الخسارة القلبية. راح نحكي على كل واحدة من هدول الأسباب القابلة للعكس ونفصلها ونشوف أسبابها ونشوف شو ممكن نعالجها. أولاً أن من أهم الأسباب وأشياء هو الهايبوفوليميا، نقص الحجم. ممكن يكون أسباب نقص الحجم عبارة عن إسهالات شديدة أو إقيئات شديدة أو حتى نزوف شديدة، مثلاً بسبب حوادث سير أو مريض عم يراجع أو إلى آخره، راجع دم يعني بحكي، او احيانا نزف كتلي، نفس دموي. ممكن يصير عندنا نقص حجم بسبب فقد غير محسوس يعني السوائل، ممكن عن طريق الحروق والصدمه والسيبتيك شوك، الصدمه الانتانيه من خلال الانتانات. شو المميز نقص الحجم؟ عاده بيكون نبض متسرع عندنا بنقص الحجم، الضغط نازل، الكيو ار اس بيكون ضيق لانه ما في عندنا آفة قلبية هون، فالكيو ار اس بيكون ضيق. طبعا مع اعراض نقص الحجم بتجفاف، مثلا مريض عم ينزف، تعوض زفتي، السنية الجلدية، الشحوب الى اخره. تدبيره نعوض الحجم بالسوائل الوريدية، السيرومات الملحية او بنقل الدم. السبب الثاني للاشياء ايضا من الاسباب الشائعة لتوقف القلب هو نقص الاكسجة. ممكن يكون نقص الأكسجين سببه ميكانيكي، مثلا صار عندنا اختناق، واحد مثلا بياكل، أو مثلا هذا يعني اختنق بمادة معينة، تسمم، مثلا مبيدات حشرية، أو ممكن يكون في عندنا مثلا طفل بلع شغلة. المشاكل في التبادل الغازي والتهوية مثل مثلا سي أو بي دي، الربو، التليف الرئوي، كلها بتؤدي لنقص أكسجين وبتجي بشكل نوب. شو منميزه؟ عادة بترافق نقص الأكسجة مع بطء نبض وليس التسرع. طبعا معالجته ندبر الأكسجة، تدبير الطريق الهوائي، الأكسجين والأمبو والدعم التنفسي. الهيدروأسيدوزيز الحماض البي اتش تحت 7.35، ممكن يكون الحماض تنفسي بأسبابه اللي ممكن تكون الأسباب نفسها بتؤدي لنقص الأكسجة مثل مثلا سي أو بي دي والربو، أو أحيانا تليف رئوي. والحماض الاستقلابي اللي ممكن يكون سببه سكري، الحماض كيتوني السكري، أو ممكن يكون القصور الكلوي. حتى يكون الفولتاج منخفض بهذه الحالات الحماض. المعالجة التنفسي، ندعم التنفس، نعطي تهوية. والاستقلابي ممكن نعطي بيكربونات الصوديوم، ممكن نلجأ للديال الدموي هل كان سبب قصور كلوي. هايبو كاليميا نقص البوتاسيوم 3.5. في عنا موجودات تخطيطية بتميزه، مثلا في عنا انقلاب تي وتشكل موجة يو،
أو تكون موجتي مسطحة أحياناً. المعالجة نسرب المغنيزيوم بالاحتشاء بتوقف القلب، ما بنحسن نعطي بوتاسيوم دفش، نعطيه تسريب، لكن التسريب بيطول فما رح نحسن نستفيد. فيفضل هون نعطي مغنيزيوم، هو بيساعد على يعني إعادة امتصاص البوتاسيوم. بفرط البوتاسيوم، بوتاسيوم فوق 5.5، أهم أسبابه القصور الكلوي، في له كثير أسباب يعني، بس أشياء شيء إنه نشوف القصور الكلوي نوقف قلب المرضى بسبب فرط البوتاسيوم. على علم أن اضطرابات النظم هي أكثر سبب وأهم سبب لتوقف القلب عن مرضى قصور كلية، لكن ممكن كمان يوقف القلب بسبب فرط بوتاسيوم. تخطيطيا نشوف الموجة أول بداية، الموجة تي المؤنفة، وعرض QRS فيما بعد. طبعا المعالجة أن نحمي القلب، أهم شيء نعطي جلوكونات الكالسيوم أو كلوريد الكالسيوم. ممكن نعطي إذا في حماض مرافق نعطي بيكربونات الصوديوم. نبلش نعطي للمريض أنسولين مع سيروم سكري، 10 وحدات مع سيروم سكري، 10% أو 25 جرام سيروم سكري. نعطي أرزاز الفينتونين، وإذا كان في عندنا ديال دموي جاهز نلجأ للديال الدموي. الهايبوثيريميا، انخفاض الحرارة تحت 35. عادةً يعني في عنا قصة تعرض لبرد، مثلاً مريض بالثلج أو على القرآن بمي باردة، هلا بلش يعني فصل الشتاء. المعالجة التدفئة التدريجية، طبعاً مو التدفئة يعني السريعة، تدفئة تدريجية، سوائل دافئة، بلش منسرب له سوائل سيرومات وريدية دافئة. إذا كان واعي ما راح يكون واعي، بس إذا كان واعي ممكن نشربه كمان. والحرامات المدفئة. التنجن يوموسوراكس، انتقلنا للفايف تيز، بنميزه بيكون في المريض عنده قصة ضيق بالتنفس، في بطء قلب أيضا، والمركب كيو ار اس ضيق، زال مستمرين إنه الكيو ار اس ضيق لأنه المشكلة ما هي قلبية. طبعا بس كشفنا راح نعمل أنبوب تفجير بالصدر أو إزالة الضغط عبر الأبرة. إذا في رضوض أحيانا ممكن يعني نشوف إذا في مثلا كدمات كثيرة الطرفين أو طلقات أو شظايا أو إلى آخره، ممكن حتى نعمل تفجير صدر بالطرفين بشكل روتيني. السطام التاموري أو الاندحاس التاموري، يعني السوائل التامور حول القلب، نستطيع تمييزها، بتكون القلب متسرع والكيو ار اس بيكون ضيق، والفولتاج أحيانا بيكون منخفض، وأحيانا بيصير في عنا تناوب كهربائي. المعالجة بزل التامور إسعافي، بيكون عنا علامات الاندحاس التاموري، يكون في عنا الجي بي بي مرتفع بالطرفين وغياب الأصوات القلبية. التسممات توكسينز، عادة يمكن يرافق بعض أنواع التسممات، تطاول كيوتي أو عرض مركب كيو ار اس أو أعراض عصبية أحيانا يمكن تسبق التوقف. معالجة بنعطي الأنتيدوت حسب نوع السموم، مثلا في أنواع السموم هي بنشوفها كثير بال يعني بالانعاد القلبي الرئوي، هو المخدرات، الافيونات، الكوكايين، مورفين الى اخره. بنعطي النالوكسون بجرعه عبر الانف او عبر الوريد او عبر الرغامه. الخسار، عندنا نوعين من الخسار، الصم الرئويه او الخسار القلبي، جاء ضيق يكون عنده المريض قصه الم صدري وزله تنفسيه، مثلا الضجاع مديد قبله او كسر مؤهب، او هلا حاليا حديثا الكورونا اللي بيزيد الخسار يعني حوادث خسارية. ممكن يكون بتخطيط قلب نموذج S1 Q3 T3 والQRS بيكون ضيق. طبعا المعالجة بنبلش مضادات تخسر مباشرة، وإذا في عندنا صدمة بنبلش الخسار الإكليلي، احتشاء العضلة القلبية، بنميزه بارتفاع قطعة ST على تخطيط القلب حسب مكان الاحتشاء. المعالجة الأفضل هو التحويل لقسم القسطرة القلبية خلال 90 دقيقة، إذا كان يعني المشفى قسطرة قريبة علينا أقل من 120 دقيقة، أو نعطي حالات خسرة إذا نعرف حالنا رح نطول.